بركاته اصحابي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة زبدة فاني. بس قبل ما نبدأ الحلقة عندي من واحد لخمسة تكونوا فجرتوا زرار اللايك وعملتوا اشتراك كتير كتير وفعلتوا زر الجرس وعملتوا مشاركة مع اكبر عدد من اصحابكم. اكتبوا لنا تحت في التعليقات ايه رأيكم. يلا هعد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وخمسة. وشكرا، ويلا بقى نشوف زبدة هتعمل ايه في حلقة النهاردة. مالك يا جنة زعلانة ليه؟ زعلانة شوية يا زبدة، اصل بابا وماما مسافرين، ما انت عارفة. يعني انت مش فرحانة ان انت اتبقيتي معايا يا جنة؟ لا لا بالعكس، ده انا مبسوطه قوي يا ساجده. امال ايه، هو انت مخبيه عليا حاجه؟ بصراحه يعني انا مش عارفه اقولك ايه. ايوه في حاجه مزعلاني جدا. طب ايه هي؟ ما يلا يا قطايد، انتوا هتركبوا امتى؟ هتتاخروا على المدرسه وهتاخرونا. يلا في ناس تانية هعدي عليهم اخدهم. انتوا هتقفوا تتكلموا كتير ولا ايه؟ اتكلموا في المدرسة. يلا يا كتاكيت. ماشي يا عم محمد هنركب. حاضر حاضر يا عم محمد. مالك يا جنة؟ يلا بقى قوليلي. خلاص خلصت كل الحصص واحنا في البريك ومش راضية حتى تيجي تلعبي معايا على الميزان. في ايه يا جنة؟ يلا قوليلي، انا زي اختك بالظبط. يا ساجدة المشكلة كبيرة يا ساجدة، أنا بابا وماما مسافرين بس أنا عندي مشكلة كبيرة جدا مش عارفة أعمل فيها إيه. إيه هي المشكلة يا جنة؟ أنا هساعدك. طيب مستعدة تسمعي؟ أنا مستعدة. ساجدة أنا عندي أسد. إيه أسد؟ أيوة بابا وماما مسافرين وأنا مقدرش أسيب الأسد في البيت لوحده، مين هيأكله ويشربه؟ الأسد ده بتاعي. ايوه بس احنا هنجيبه البيت ازاي؟ مش عارفه يا ساجده، الاسد ده طيب جدا وانا بربيه من وهو صغير، هو ما بيأذيش حد خالص وانا ما ينفعش اسيبه في البيت لوحده. نعمل ايه؟ انا عندي فكره، تقدري تجيبيه معاكي البيت واحنا رايحين. بجد يا ساجده؟ يعني بجد اقدر اعدي البيت واجيبه واجي؟ ايوه طبعا ليه لا. انتي احسن صديقه. خلاص يا ساجده خلاص، انا ما عدتش زعلانه، واحنا مروحين هنعدي نجيب الاسد بتاعي ونروح البيت عندك ان شاء الله. ان شاء الله. بس انت نسيتي باباكي ومامتك. ما تخافيش انا هعرف اتفاهم معاهم كويس. طيب يا ساجده. جنة انا خايفه من اول ما انا شفته، انا خايفه احسن ياكلني. ما تخافيش يا ساجده، هو اذاكي من ساعه ما شافك؟ لا بس انت ما قلتليش اسمه ايه. اسمه هتضحكي على اسمه جدا. اسمه ايه بس؟ اسمه شرنوبي. ايه شرنوبي؟ اسمه حلو قوي ومضحك. طبعا عشان كده انا بحبه جدا، ده معايا من زمان قوي يا ساجدة، من ساعة لما كان صغير. طب احنا هنخبيه فين؟ مش عارفة، انت ايه رأيك؟ قوليلي نخبيه فين هنا احسن حاجة. انا عندي فكرة، ايه رأيك نخبيه في الجراج؟ بس الجراج هيكون صغير عليه وكمان برد قوي عليه يا ساجدة. مش مشكلة بقى، هو ده الحل الوحيد. طيب يا ساجدة خلاص، اهم حاجة ان هو يكون جنبي وخلاص. خليك هنا، يلا يا شرنوبي خش هنا وخليك. هو ماله يا جنة بيعمل كده ليه؟ هو بيقولك باي باي ولا ايه؟ ايوه يا ساجدة بيقولي باي باي لان هو متعود ان هو ما يفترقش ابدا عني. يلا يا شرنوبي ادخل هنا وانا شوية وهجيلك. يلا يلا النهاردة كان يوم متعب اوي. ايوه فعلا يا عمر، النهاردة كان يوم متعب جدا، كان عندي شغل بيت كتير جدا النهاردة. وانا كمان يا لا، ادوني حاجات كتير قوي في الشغل. معلش يا عمر، يلا ربنا معاك. لا هو انت مش حاسة بريحة وحشة كده في الأوضة؟ ايوه فعلا انا شامة ريحة وحشة جدا، مش عارفة الريحة دي جاية منين مع اني منظفة النهاردة حلو جدا. مش يمكن يا لا احنا بنتخانق
والله. طب عمر، هو ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده صوت اسد ده ولا احنا في حلم ولا ايه؟ تقريبا كده احنا نمنا وبنحلم يا عمر. واحنا في حلم وازاي واحنا بنتكلم؟ مش عارفة. طب فتح عينك كده وشوف. حاضر هفتح، ربنا يستر. ايه ده؟ اسد! الحقونا، في اسد في بيتنا، الحقونا الحقونا. بس يا عمر، احسن لو سمع صوتك ممكن ياكلنا. بس اسكت، عايزين نمشي بهدوء خالص. نمشي ايه يا لا؟ بقولك اسد. طب وبعدين يا عمر؟ وبعدين؟ معرفش، الحقيني يا لا، مش عايزه اموت دلوقتي. الحمد لله يا ساجدة، أنا فرحانة جدا إن أنا جبت الأسد بتاعي شرنوبي وبقى نايم معانا في البيت. الحمد لله، ما كنتش أقدر أسيبه لوحده أبدا. طيب يا جنة. يا عربي اللي في البيت، الحقونا، في أسد في البيت، الحقونا. إيه ده؟ بابا بينادي ويقول في أسد في البيت، تلاقي الأسد بتاعك شرنوبي. يا خبر يا خبر، يلا بسرعة نطلع نشوفه، ده تلاقيهم خايفين جدا. وسعي يا بنتي وسعي، انتوا طلعتوا هنا ازاي وانتوا مش خايفين؟ وسعي احسن يا باركم. ما تخافش يا بابا، ده الاسد بتاع جنة. ايه ده؟ هو جنة عندها اسد؟ اي يا بابا، ايه عندها اسد اسمه شرنوبي. ايوه يا عمو، معلش انا الغلطانة، معلش انا اللي اضطريت اقول للسجدة. انا كنت زعلانة جدا ان انا سايبة شرنوبي لوحده في البيت، والحمد لله بقى معايا. انا يا بابا اللي جبته. معلش يا عمو، انا اسفه جدا. يلا يا شرنوبي، يلا تعال تعال ننزل تحت. معلش يا بابا، اضطريت اجيبه هنا. انا مش قادر الم رجلي يا لا. ولا انا يا عمر، انا حاسه بحاجه غريبه جدا. احنا عندنا اسد في البيت يا عمر، الحق هنعمل ايه دلوقتي؟ وكمان يا لا، الضيوف اللي جايين لنا. ايوه صحيح، ده انا نسيت من الخضه، ده تلاقيها جايه دلوقتي. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي يا عمر؟ وهنخبي الاسد ده فين؟ ايه ده؟ ده جرس الباب. ده زمانتهم جم يا عمر. قوم قوم تعالى نفتح ونشوف بقى، واللي هيحصل هيحصل وخلاص. اهلا اهلا بيكي يا ساره، نورتونا. اهلا اهلا بيكي يا الاء، وانت كمان يا حبيبتي، وحشتينا جدا جدا. عامله ايه؟ معلش بقالي كتير ما جتلكيش، الاولاد والمدرسه اخدين كل وقتنا. اهلا يا استاذ خالد، عامل ايه؟ اهلا اهلا بيك يا استاذ عمر، والله فرصه سعيده، الواحد بيفرح جدا وهو قاعد مع حضرتك. وانا كمان والله. ايه ده؟ ايه ده يا الاء؟ ده انا زي ما كنت سمعت صوت اسد. لا لا، هو الاولاد بيتفرجوا بس على برنامج اسد. ايوه ايوه فعلا يا ساره، معلش اصل احنا عندنا مشغلين الفيلم فوق والاولاد كلهم قاعدين فوق. طيب ما قلتوليش بقى تشربوا ايه؟ ايه ده؟ لا يا الاء، لا يا حبيبتي، انا حاسه صوت الاسد ده جنبنا جدا، زي ما يكون في حاجه غريبه. قلتلك يا ساره مفيش حاجه، انا هقوم يا حبيبتي اجيب لكم حاجه تشربوها. تشربي ايه؟ انا هشرب عصير ولا اي حاجه. وانا عايز قهوه لو سمحتي. اتفضلوا اشربوا، والله ده انتوا نورتونا النهارده. ايه ده؟ الحق يا خالد الحق، ده اسد بجد. يلا نقوم نجري يا خالد. ايوه ساره، ده اسد يا ساره. ايه البيت المجنون ده؟ ما تهربوش ما تهربوش، ده الاسد بتاع جنة. جنة مين يا رجل انت يا مجنون انت؟ جنة صاحبة بنتي، ما تجروش. وبعدين يا سارة هنخرج من البيت ده ازاي؟ ده احنا شكلنا اتحبسنا. مش عارفة يا خالد مش عارفة، ده ايه البيت المجنون ده؟ ما انا برضو خايف يا عم، مش شايفني واقفة الكرسي ولا ايه؟ فوق الكرسي؟ ده انتوا حسابكم معايا بعدين، ده انا هبلغ البوليس عنكم ان شاء الله. بوليس ايه بس يا عم؟ اما نخلص الاول تشيل الاسد ده. تعالى تعالى يا شرنوبي، ده هما شكلهم خايفين منك يا حبيبي. تعالى تعالى. الحق يا سارة، دي كمان مسميه شرنوبي. تعالى يا شرنوبي، تعالى يا حبيبي تعالى. الحق يا خالد، ده كمان بتقوله يا شرنوبي يا حبيبي.
وبعدين احنا لازم نطلع من البيت ده بسرعة يا خالد، لازم. يلا يلا يا سارة نقوم نجري، يلا 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 يا خالد، يلا الحمد لله جينا عند باب الشقة، يلا خلينا نخرج. أيوة يلا يا سارة، يلا ننفد بجلدنا من البيت الأهبل ده. تعالى يا خالد بس أفهمك. تفهمني؟ ده أنا هبلغ عنك البوليس. يلا تعالى بس أفهمك يا خالد. ولا تفهمني ولا أفهمك. وانتي يا آلاء خلاص ما تكلمنيش تاني ولا تقوليلي تعالي ولا جيلك، خلاص مع السلامة. دلوقتي هقول ايه للبوليس اما يجي مربي في بيتي اسد؟ مش عارفة والله يا عمر، دي حاجة تحير جدا. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي لو البوليس جه وقالنا انتوا مربيين في بيتكو اسد؟ هنعمل ايه بقى؟ معلش يا ام عمر انا اسفة جدا، انا ما كنش قصدي. معلش يا طنط الاء، انا لما جبت الاسد هنا عشان ما سيبهوش لوحده في البيت، الاسد ده متربي معايا من وهو صغير. مش مهم دلوقتي، مهم تشوف حل. هنقول ايه بايه للبوليس اما يجي؟ مش عارفة. طيب وبعدين؟ ايه ده؟ ده صوت الاسد برا. هو الاسد برا في الجنينة يا ساجدة؟ اه في الجنينة، تعالي نلحقه عشان يخوف حد. ايوة طب يلا بسرعة، تعالي نلحقه عشان نخبيه، احسن يكون شاف حد برا ولا حاجة، ولا البوليس جه برا ولا حصل حاجة. يلا بسرعة يا ساجدة تعالي. قال يا اصحابي تكون انتهت حلقتنا، ورب تكون عجبتكم. بس قبل ننهي الحلقة انا هروح اشوف الاسد هيعمل ايه، احسن يكون خوف حد ولا حاجة. واستنوا الجزء التاني وشوفوا الاسد هيعمل معانا ايه. هو انتوا لسه ما اشتركتوش؟ يلا روح اشتركوا، فجروا زر الاشتراك ودعمونا باشتراكاتكم الجميلة. يلا عشان انهي الحلقة، شكرا ويلا.